حجم الوان يؤكد بقائه في المالديف، لهذا السبب شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد اختفاء معظم اليوتيوبرز بعد زفاف كريم الديب ولين ابو شعر وتوقفوا عن نشر كل الاستوريات احتراما لوفاة الشيخ خليفة بن زايد، عادوا بالدهون مجددا اليوم. فهناك من اعلن عودته الى دبي بالامس، منهم فراس وطالة ابو شعر، ايناس وصهيب، الدكتور احمد وسالي وطاقم العمل ام بي سي، الا ان ختم الوان فاجأ متابعيه بالظهور في المالديف وصرح انه بخير واليوم سيعودون الى دبي، واكدوا انهم بعد فترة سيقومون بنشر كل تفاصيل الزفاف. ونفس الامر حدث مع برهوم معراوي، عمرو قدا، زياد وسارة الذين ما زالوا بالمالديف مع غيث مروان. أما عائلة أنس صالة فنشر أنس مروان ستوري لكن لم يحدد موقعه، فهل ما زال في المالديف أو عاد إلى دبي ما زلنا لا نعلم. أما أسامة مروى الذي اختفى طيلة زفاف كريم ولين اختفى أيضا بعده ولم يقم بتفاعل على صفحته بالإنستغرام. اتضح بالأمس أن الخطوبة التي أثارت ضجة كبيرة والأغلب توقع أنها خطوبة غيث، في الأخير طلعت الخطوبة ليزن النوباني وليس غيث. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟